النهارده النادي الاهلي قدم اداء قوي جدا، فاز بخمس اهداف مقابل هدفين. للي ما كانش متابع النهارده الاستوديو التحليلي او نتيجه المباراه، نديكم ملخص سريع النهارده ليه فوز النادي الاهلي بتالق لافت للنظر من كل نجومه. المباراه كانت ماشيه 2-0، بعدين 2-1، الاهلي كان متقدم بهدفين. والاداء الجماعي بتاع النادي الاهلي والتناغم اللي بيعمله النادي الاهلي اصبح دلوقتي يعني هم فاهمين بعضهم، مش محتاجين، وده شغل مدير فني. في مدير فني عظيم اسمه حسام البدري، ده باكا اللي النادي الاهلي استعان بيه في الفتره اللي فاتت، عوضا عن وليد سليمان، عوضا عن احمد حمودي. راجل بيأدي دوره كما يجب ان يكون، وزي ما حضراتكم شايفين اهو قدامكم برضو باكا اجاييه، والتعامل والتعاون اللي بقى موجود في النادي الاهلي، وكمان المتابعه اللي موجوده من كل اللعيبه. مع نهاية الشوط الأولاني وفي الدقيقة 47 تحديدا، محمد فاروق بيستغل خطأ دفاعي واضح خط دار النادي الأهلي، أتمكن من إحراز هدف المقاولين العرب عشان تبقى النتيجة 2-1، وبيتحول بعد كده الأداء من 2-1 والنتيجة من 2-1 قدامكم إلى هدف التاني، فتبقى النتيجة 2-2، ومن 2-2 ل 3-2 في الدقيقة 84 عن طريق اجايه قدام حضراتكم على الشاشه. برضو المتابعه، برضو استغلال الاخطاء. الناس تفتكر ان المباراه كده خلصت، لكن هي ما خلصتش ولا حاجه، لسه في هدف رابع جاي، لسه في وليد ازارو اللي اثبت بكل الطرق والاساليب يعني انه فعلا من ضمن القوى الضاربه للنادي الاهلي. كابتن حسام البدري كان عنده اصرار عليه، وهو نضج الى حد كبير جدا، انتقدناه وقلنا انه في وقت من الاوقات محتاج يخرج بره النادي الاهلي. انا بشكل شخصي يعني قلت ده، لا اخفي ده، لكن يملك دائما اللاعب انه يغير قناعات اي حد فيه طالما هو واثق في نفسه وطالما هو عنده حاجه. وليد ازارو اكيد ما كانش ده مستواه، اكيد ما كانش هو ده اللي بيعمله، اكيد كان بيهدر فرص سهله كتير. دلوقتي من نص فرصه، دلوقتي تحركات كتير، دلوقتي حاله التناغم والانسجام اللي بقت موجوده دلوقتي في النادي الاهلي، واللي بيكسب بيها النادي الاهلي النهارده بخمس اهداف مقابل هدفين. يستحق النادي الاهلي ويستحق الكابتن حسام البدري. انا بتكلم عن حاجه النهارده احنا شفناها وكانت ممتعه جدا في اداء النادي الاهلي.